السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حديث المنتصف. بعد ما يقرب من شهر من الإعداد والتجهيز وتدفق التعزيزات العسكرية والقتالية، أعلن قبل أسبوع تقريبا عن انطلاق معركة مأرب رسميا بهدف تطهير المحافظة من ميليشيا المخلوع صالح والحوثي. وخلال الأيام الماضية عقب انطلاق المعركة رسميا، خاضت قوات الجيش الوطني بمعية المقاومة الشعبية ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية معارك شرسة تفيد المعلومات الواردة من ساحة المعركة أنها أحرزت تقدما كبيرا في عدة جبهات هامة، وعلى ما يبدو بحسب المؤشرات المتوالية أن التحالف العربي يولي معركة مأرب اهتماما بالغا وجدية كبيرة باعتبارها الخطوة الأولى والضرورية تمهيدا لمعركة صنعاء الفاصلة. ويأتي على رأس تلك المؤشرات وصول قائد القوات البرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، وصوله إلى مأرب السبت الماضي، كما ويندرج في هذا السياق أيضا الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مساء السبت الماضي بكل من محافظ محافظة مأرب السيد سلطان العرادة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عبد الرب الشدادي بشأن سير المعارك بالمحافظة. وللبحث في تفاصيل معركة مأرب ومستجداتها وكل ما يتعلق بها، نخصص هذه التغطية من حديث المنتصف لتغطية آخر المستجدات في مأرب. سينضم إلي في هذه الحلقة من حديث المنتصف السيد محمد الصالحي رئيس موقع شبكة مأرب بريس، والعقيد حسن صالح بن جلال قيادي بالجيش الوطني في مأرب، والعقيد مبارك العباب قيادي في الجيش الوطني بالجبهة الغربية من مأرب، وأيضا السيد محمد اليوسفي قائد ميداني في الجيش الوطني. أبدأ مع السيد العقيد مبارك العباب القيادي بالجيش الوطني في الجبهة الغربية في مأرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعوا لي الصوت شوية يا شباب. سيدة العقيد، ممكن بس ترفع صوتك شوية عشان اسمعك؟ ايوه نعم، الصوت عندي تمام. طيب سيادة العقيد، الآن تقريبا أسبوع على انطلاق معركة مأرب بعد شهر من الإعداد وبعد شهر من التجهيزات القتالية والفنية، نريد منكم أن توضحوا لنا وتوضحوا للمشاهد الكريم حصاد هذا الأسبوع الذي مضى، إلى أين وصلت المعركة حتى الآن؟ نشكر الأخوة في قناة من شباب، ونشكر ضيوفات الكرام، ونحب نطمن الجميع في نحن في محافظة مأرب. الحمد لله الأمور تسير على أحسن ما يرام. نعم، المعركة هي أصلا ما يعني لها أكثر من 6 أشهر مستمرة. نعم، لكن دعمنا الوطني وقوات التحالف في هذا الأسبوع اللي انطلقت فيه المرحلة هذا، ونشكرهم، وكان مدد يعني بمعنى المدد. نعم، من اخوه يعني اخوه لنا. نعم، يعني من الجيش الوطني ومن اخواننا في التحالف. وادى الدافع للجميع، لكن نحن امام عراقيل. امام العراقيل البريه الذي هي حقول الالغام التي زرعت. وهذا عائق جدا، لا طبعا لا الفاشحات يعني صعب الطريق عليها ما تصلها. والمجسات اللي يعني مفروض هي قوه يعني مشاه في المجسات هذه عاد ما وصلت الى الان. ليش اللي ما وصلت؟ يعني مجسات يعني فرديه يحملوها الافراد ويحط طرقات الفرديه للرجل. كاسحات تقصد كاشفات الالغام؟ ايوه، يعني في نعم. كاسحات فرديه، تاتي مجسات يعني فرديه.
الآن تقصد أنه من أهم الصعوبات التي تواجهوها هي زراعة الألغام، الألغام التي زرعت خلال الفترة الماضية. طيب غيرها، غير الألغام؟ غير الألغام يا أخي الكريم، الطيران. الطيران يعني بقدر ما ينفعنا احنا خايفين منها أكثر، لأنه ما نستطيع نهجم إلا بسبب عدم التواصل السريع بين القيادة وبين قيادة القوات الجوية. وهذا أربك المقاومة حقيقة. يعني هنالك خوف، هنالك خوف على المقاومة من يعني على المقاومة من الطيران ومن حقول الألغام. يعني احنا أمام فخين يعني وصعب علينا. جميل، لا خلي موضوع الألغام مسألة شائكة ومعروفة يعني، لكن الطيران، الطيران تقصد طيران التحالف؟ التحالف نعم. بمعنى أن الإحداثيات اللي تصلهم أحيانا فيها خطأ يقصفوا على مواقع مقاومة مثلا؟ نعم، وبلغنا كثير وصحنا ونتكلم مع الأخوة الإعلاميين على أساس أنهم يوصل يعني في وسائل الإعلام يوضحوا أنه فيها أخطاء فادحة في هذا الأسبوع، أكثر من 20 خطأ. طيب أنت الآن كقائد عسكري كيف ممكن تجاوز هذه المشكلة يعني؟ والله يا أخي الكريم بالنسبة لنا كعسكريين الموضوع بسيط جدا. يعني لو شكلت يعني غرفة عمليات مشتركة، نعم، كان حلت القضية تماما. لو أن هنالك غرفة عمليات مشتركة، عمليات يعني عسكرية، عمليات إلى الآن لا يوجد. معقول أنه إلى الآن ما فيش غرفة عمليات مشتركة عسكرية؟ لا فيه قيادة المنطقة، قيادة المنطقة فيها غرفة عمليات، لكن مش في غرفة عمليات مشتركة بين التحالف العربي والجيش الوطني وقيادة المنطقة والمقاومة، يعني تشكل غرفة كلها. يعني غرفة عمليات مشتركة يعني متصلة بقيادة الطيران، بقيادة الصواريخ، بقيادة القوات المشاة والمدرعات، يعني يكون على اتصال يعني عبر العمليات المشتركة في أسرع وقت. طيب أنتم الآن كقيادة عسكرية كيف ممكن تتواصلوا مع الجهات المعنية سواء في التحالف في في في, في أن تبدأوا بعمل هذه غرفة العمليات؟ لأنه الموضوع اللي تطرحه أنت الآن شائك جدا وهام، ولا يعقل أنه طيران التحالف الذي يعول عليه أن يكون سبب في تقدمنا في مأرب يكون يعني وفي خلاصنا من هذه القوات والميليشيات التابعة للمخلوع ولصالح أن يكون سببا في قتل المقاومة. هذه مسألة غاية في الأهمية، كيف ممكن نصعد هذا الموضوع ونبدأ بعمل حلول عملية؟ أنت الآن كقائد عسكري وعبر قناة يمن شباب، ما الذي يعني تريد أن توصله إلى سواء قيادة التحالف أو القيادة الشرعية بهذا الخصوص؟ أنا أطلب من قيادة التحالف العربي، قيادة المملكة العربية السعودية، من القيادة الشرعية الموجودة في الرياض، ومن قيادتنا الموجودة بقيادة الشيخ سلطان بن علي العرادة الذي هو يقود المقاومة. يعني هم يحسبونها محافظة ونحن نقود يعني معركة دولة، يعني كأننا مكان دولة في مأرب الآن. 120 كيلو معركة يعني ساخنة، ايوه، و 120 كيلو اخرى يعني مرتبه يعني استعدادا لاي طارئ، يعني اكثر من 240 كيلو يعني محميه بقوات. والشيء الثاني انه يعني اذا ما استطعنا في هذه الاسبوعين ان ننشي هذه الغرفه العمليات المشتركه الطارئه، التواصل مع قياده الطيران يعني بالدقائق مش بالايام، بالدقائق، يعني لما تحتمل، لأن الطيران يحتمل المعركة في خلال دقائق لو كان صح فيه تواصل. إذن الآن هذه رسالة مهمة جدا، يخشى على قيادات المقاومة، على المقاومة في الأرض من هذا الطيران الذي لا زال إلى الآن يعني يخطأ في استهدافه للهدف، ولا زال إلى الآن هنالك من المقاومة يتعرض للخطر. هذه مسألة هامة جدا، والحقيقة أنا لم أكن يعني أعرفها من قبل، يعني أن هذه المعلومة يعني بهذه الخطورة وأنها تكررت كما يقول سيادة العقيد. طبعا خليني أنتقل إلى محور آخر، وأعدك بأن ممكن أنه خلال الفترة القادمة يكون هنالك حلقة خاصة للتواصل مع ما يمكن أو من أمكن التواصل معهم بهذا الخصوص نتيجة لحساسيته. طيب خليني أتحدث عن المعلومات التي تفيد بأن هنالك مواقع هامة تم
تطهيرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ما هي تلك المواقع بالتحديد إن أمكن؟ أخي الكريم، نحن يعني أنت أتكلم طالع عن غرفة العمليات المشتركة، صح؟ هذه هامة جدا. عاد في شيء موضوع ثاني قبل ما نخوض في هذا قضية الإعلام. طيب ارفع صوتك بس وندخل بالموضوع الثاني، مش مشكلة. ها، قضية الإعلام يعني تعتبر رديفة للعمليات المشتركة. نعم، الإعلام مفروض فيها يعني مكتب إعلامي وناطق إعلامي، يكون يعني المعلومات عبر الناطق الإعلامي بسم الله يعني القوات الموجودة، التحالف والمقاومة الشعبية والجيش الوطني، مفروض يعين ناطق عسكري أو ناطق إعلامي. المفروض أن يعين ناطق إعلامي باسم المقاومة الشعبية في مأرب يعني. أي نعم، لأنه الآن الأخوة في القنوات يعني يستمدوا معلوماتهم من بعض الأشخاص الذي يسيئوا إلى التحالف ويسيئوا إلى المقاومة الشعبية. مثل ماذا يعني؟ مثل ماذا؟ إيش اللي مثل ماذا يعني؟ من هي وسائل الإعلام وكيف تعاملت مع الحقائق يعني؟ اضرب لي مثال لو سمحت. يا أخي الكريم، عندنا يعني بعض القنوات يراسلها ناس إنه قيادة التحالف إنها استعادت السيطرة على المنطقة العسكرية الثالثة في مالي. طيب. واستعادت الأمن العام ولا الأمن الخاص، وهذا في أصلاً ما سقطت، ونحن ندافع عنها بـ800 شهيد و5000 جريح إلى الآن. وهم يقولوا إن الجيش يعني قوات التحالف استعادتها، وهي أصلاً ما أحتلها. طيب جميل، يعني أنت الآن تطالب بأن يكون هنالك ناطق رسمي باسم المقاومة في مأرب، هو من يتحدث عن مستجدات هذه المعركة وعن تطوراتها، وأن لا تستقل الأخبار من أي حد. هذه المناطق أعلن أنكم استعدتموها في الوقت الذي هي لم تسقط أصلاً يعني. لم تسقط أصلاً. طيب. وبعض الناس يقول استعادوا حمة المصارف، بعض الناس يقول تبت التلفين، بعضهم يعني أشياء متناقضة وتسبب يعني ألم نفسي للمقاتلين أكثر مما يصيبهم من العدو. نعم. طيب إذن هذا الموضوع الثاني الهام، وهو وجود يعني مصدر واحد فقط الذي يستقى منه المعلومات حول وتستمد الإعلام يعني المعلومات عبره المعلومات عبر الناطق عبره. نعم طيب أوكي، هذا الموضوع الثاني. طيب خلينا ننتقل معك للسؤال الأخير بس حتى لا يدركنا الوقت. الآن آخر مستجدات المقاومة والمواقع بالتحديد اللي سيطر عليها خلال الأسبوع الماضي. المقاومة تقدمت في كل الجبهات. تقدمت في كل الجبهات الشمالية في الجدعان، تقدمت يعني حاصرت معسكر ماس ومناطق كثيرة يعني طردت المتمردين منها. نعم. الآن يعني الجبهة الغربية اللي عندنا اللي في الجبينة في الفاو على حمة المصارية على ثبت السلفيين على الطلعة الحمراء، هذه كلها يعني وصلت المقاومة إلى قريب منها ومستطيع أن تسيطر عليها لولا الألغام. نعم. والخوف من الطيران عندما ندخل الموقع وهو مستهدف للطيران ومحدد عندهم في الإحداثيات أنه المقاومة تعرض للقصف الطيران. طيب إذن العقيد مبارك العباب قيادي بالجيش الوطني في الجبهة الغربية في مأرب، أشكرك أخي الكريم، شكرا جزيلا، أتمنى أن أراك في حلقات قادمة لرصد ما يحدث في مأرب وآخر تطورات المعركة. طيب خلوني أشوف السيد محمد الصالحي رئيس موقع شبكة مأرب برس، أيضا ينضم إلي الآن عبر السكايب من الرياض يبدو لي. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد. أخي الكريم، قبل أن يعني أبدأ بموضوعي الذي يفترض أن أناقشه معك كمحور هام في هذه الحلقة، ما تعليقك على حديث العقيد مبارك العباب الذي يتحدث من الميدان من الجيش الوطني في الجبهة الغربية في مأرب، يتحدث عن معلومتين هامتين جدا، وهما يعني الخوف من استهداف الطيران للمقاومة نتيجة إحداثيات خاطئة، ويقول أن هذا الأمر تكرر كثيرا، وأيضا ما يتعلق بتوحيد المصدر الإعلامي الذي يستقى منه المعلومات. إذا كنت قد سمعت المحادثة تفضل. سيد مبارك عبد الحديث عن الدكتور مهمتين جدا في الحديث، النقطة الأولى وهي الأهم والأخطر وتكرار
العمليات القصف الخاطئ للمواطنين المبدئيين وبعض رجال القومه، هذا التكرار وعدم التحقيق في الارض وعدم هذا التحقيق، هذا الكثير من الشك والرغبه. نحن نعلم ان القوات تابعه من اليمن الى تجد مساعد الشعب اليمني لتحرير وتطهير الاعراض اليمنيه من هذه الحصار الانقلابيه والميليشيات، لكن من يزود هذه الاحداثيات من يأتي السؤال المبهم حتى الان الذي لم نجد اجابه حتى الان للمشاركين في عمليه القتل. حتى الان هناك احدى اليوم قتل مواطنين مدنيين في مكه وقبل امس رجال الحكومه في الحريق، هذا الذي تكرر بشكل هذا طيب الاتصال سيء جدا، الصوت غير واضح، انا لا اكاد اسمع شيء مما تقوله اخي محمد. مش عارف هل بيقطعوا الاتصال، نحاول الاتصال به مرة أخرى أو أنه سيتحسن الاتصال. على كل حال خلونا يعني أسأل الأخ محمد الصالح سؤال آخر، لو الاتصال وضح في هذا السؤال نواصل أو نعاود الاتصال به. أخي محمد لا زلت معي؟ نعم أسمعك أستاذ. طيب السبت الماضي وصل قائد القوات البرية السعودية إلى أرض المعركة في مأرب. لو 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 تحدثت معك حول الأهمية التي يمثلها مثل هذا الحضور السعودي بهذا المستوى، وكيف ممكن يؤثر على سير المعركة وجدية المعركة واهتمام، يعني كيف ممكن أقرأ اهتمام التحالف العربي بهذه المعركة من خلال هذا الحضور خلال الأسبوع الماضي؟ أخ محمد الصالحي لا زلت معي على الهاتف ولا انقطع الاتصال؟ طيب على كل يبدو انه فقدنا الاتصال في يعني في محافظة مأرب. هنالك تفاصيل كثيرة حول توحد القيادة العسكرية وتحرير صنعاء، محافظ مأرب يكشف تفاصيل كثيرة وجديدة حول توحد هذه القيادة العسكرية وتحرير صنعاء أيضا. مركز سبأ الإعلامي كشف عن يعني تحدث عن أن محافظ مأرب كشف عن تنفيذ عملية دمج بين المقاتلين من قوات التحالف العربي مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تحت قيادة عسكرية موحدة وفصائل ميدانية موحدة أيضا، وأصبح العمل يسير على قدم وساق وبطريقة منسقة مع الجميع. وقال محافظ مأرب في اتصال هاتفي أجرته يعني معه الشرق الأوسط أن القيادة العسكرية عقدت اجتماعا طارئا للقيادات الموجودة على الأرض، وجرى توحيد القيادات العسكرية تحت مظلة قوات التحالف العربي مع إجراء بعض الترتيبات الذي تليق بهذه المعركة. هذه مستجدات مهمة نقلت أو نقلتها وكالة الأنباء سبأ عن محافظة مأرب السيد العرادة. طيب أعود للاتصال والسيد محمد الصالحي. السلام عليكم. أتمنى أن يكون الصوت واضح الآن أخي محمد الصالحي. نعم الصوت هل واضح أم لا زال هناك إشكال؟ الصوت واضح جميل. أعيد السؤال وهو ما يتعلق ب يعني وصول قائد القوات البرية السعودية إلى أرض المعركة في مأرب. نعم. ما الأهمية التي يمثلها مثل هذا الحضور السعودي، وإلى أي مدى ينعكس على معنويات المقاومة على الأرض؟ هو الذي حضر، عفوا اخي عزيز، هو نائب قائد القوات البريه، وهي رساله واضحه وجليه ان دول التحالف العربي وخصوصا المملكه العربيه السعوديه والامارات ودول الخليج الاكثر يعني مشاركه في التحالف انها مصره ومصممه على انهاء المعركه هذه وعدم الرضوخ لاي حل سياسي ورد على المحاولات السياسيه التي يحاول ان يجملها الاخ اسماعيل عود الشيخ. حضور قائد القوات رساله قويه ودفعه معنويه
كبير المقاتلين سواء من الجيش اليمني الوطني او من الخبراء والضباط المشاركين من دول التحالف برغم حتى الان عدد قليل جدا ولكن هي رسالهم. الشيء الاخر اظن اللقاء خلص الى نقطه مهمه وهو تشكيل وحده قياده موحده سواء للجيش اليمني او المقاومه او الوحدات العسكريه المقاتله من التحالف العربي، هذا ما طلبنا به مرارة تكرار، لابد ان تكون هناك غرفه عمليات وقياده موحده حتى يتسنى التحكم والسيطره في العمليه، وجود اكثر من راس في العمليه يساهم في التدخلات والاخطاء والازدواجيه في العمل. وما كشف عنه الاخ المحافظ طلع هذا كان هو محور اهم ما جاء في اللقاء مع نائب قائد القوات البريه السعوديه. نعم. طيب الان يتضح من خلال التحشيد القتالي والاولي الذي شهدناه خلال الاسبوع الماضي ان التحالف رمى بثقله في هذه المعركه. الآن ما الذي تمثله معركة مأرب للتحالف من الناحية السياسية والعسكرية على السواء؟ معركة مأرب هي معركة مهمة ومعركة مفصلية في هي تختلف عن جميع المعارك الأخرى. يدرك جيدا التحالف العربي، يدرك جيدا الإنقلابيون على رأسهم المخلوع علي عبد الله صالح أن معركة مصيرة. على كشف مع بعض المقربين من القادة العسكرية أن معركته وقال تحديدا المعركة مع السعودية هي مأرب، ولذلك زج بأكثر من 5 إلى 6 ألف منذ بداية المعارك في مأرب في محاولة السيطرة على مأرب. المعارك في مأرب أعتقد من أشد وأكثر ضراوة من أي جبهة أخرى. ونعلم جيدا ما رصدته مركز أبعاد للدراسات والبحوث وكشف على يوم أمس أن هناك أكثر من 3 ألف قتيل من الشهداء حتى الآن في مأرب، أكثر من 95 دبابة دمرت في مأرب. هذه الإحصائية المهولة لخسائر العدو تكشف لك ما الأهمية والاستبسال والمحاولة الحديثة منهم للسيطرة على مأرب، وهو ما جعل من حتى الآن المعارك لم تحسم لأي طرف حتى الآن. يعني نكون صريحين، هناك تقدم للمقاومة، تقدم بس خلينا أقف قليلا عند هذه الإحصائيات وعند هذه الأرقام. ذكرت كم قتيل؟ كما كشف مركز أبعاد 3000 قتيل بما استشهد من جانب المقاومة والجيش اليمني 500 شهيد حتى الآن. 500 شهيد من الجيش الوطني؟ نعم، ومن المقاومة. هذه الأرقام كبيرة جدا. هذه الإحصائية خلال كم؟ خلال منذ انطلاق المواجهات في مارس الماضي حتى الآن. طيب بالمقابل من الجهة الأخرى؟ أكثر من 3000 قتيل، أكثر من 200 أسير، أكثر من 95 دبابة، أكثر من 170 درعة. هي أرقام يعني تكشف الخسائر الكبيرة والكثير من كما كشف قبل شهر أحد المراكز البحثية أن هناك أكثر من 35 قائد ميداني قتلوا خلال بين شهر مايو وشهر يونيو هذا من الحوثيين. هذه الارقام الكبيره تدل على ضراوه المعركه وعلى شده وعلى اتساع رقعتها، لان تحدث عن اكثر من 100 كيلو شريط المواجهات من مفرق الجوف حتى البلق. هذا الشريط الكبير يحتاج الى كثير من الاليات، يحتاج الى كثير من المعتقدات، يحتاج الى طاقات بشريه كبيره جدا لسد الفراغات ولسد الثغرات فيه. طيب ممكن اخي الكريم تبقى معي على الهاتف، ساعود اليك ولكن اخذ ايضا اتصال اخر من السيد محمد اليوسفي القائد الميداني في الجيش الوطني ايضا من مأرب. السلام عليكم. مرحبا وسهلا اخي الكريم، سعيد بتواصلي معك. والحقيقه هنالك ارقام واحصائيات الان قبل قليل سمعتها من الاخ محمد الصالحي. خلينا نتحدث عن يعني المعلومات التي وردت بخصوص الصعوبات التي تواجهونها للسيطرة على ما تسمى بتبة المصارية وأيضا بعض المواقع، يعني من الناحية العسكرية لسير هذه المعارك، يعني هل هنالك حلول ممكن أن تتبعوها للسيطرة على هذه الأماكن أم أنه لا زال يعني هنالك عوائق تعيقكم من التقدم للسيطرة على هذه الأماكن الحيوية؟ اولا من العوائق اللي تعتبر عوائق وليست عوائق يعني محدده من تحقيق الهدف والمهمه وانجازها. نعم. وجود الغام. النقطه الثانيه ضيق الطرقات في هذه المناطق وتحتاج الى فتح الطرقات وتعديد الطرقات من عده اماكن. حمت المصاري ليست اشكاليه في منطقتها، حمت المصاري تعتبر 2 كيلو في 3 كيلو، هذه محمة المصاري عندما يطلق هذا الاسم عليها فهي تعتبر مكان محصن
استفاد الحوثي من من من, من تلغيم هذه المنطقة، وهي ليت الآن لا تأتي منها إطلاق نار. المقاومة تقدمت والآن في خلف المقاومة، في خلف المقاومة، في ظهور المقاومة، ليست هناك إشكالية منها، إنما أراد الناس أن تصفيتها وتطهيرها من الألغام التي متواجدة فيها. النقطة الثانية تعدد مناطق الاشتباك وقربها من بعضها البعض. هناك اليوم تحديد لأماكن الجبهات والقطاعات وتوزيعها وترتيب أمورها. بعض الجبهات حققت إنجازها وهي بالقرب من استكمال المهمة المحددة لها. البعض الآخر في التحرك إلى أنه يصل إلى ما وصلت إلى القطاعات والمحاور الأخرى. قد تكون الألغام هي إذا مشكلة الألغام هي الأكثر. طيب أكثر نعم. طيب الآن قبل قليل تحدثنا عن بعض مناطق فيها صعوبات، لكن خلينا نتحدث عن المناطق الأكثر أهمية من تلك المواقع المحررة. يعني أنا قصدي الآن ما هي المناطق اللي يفترض أن تحرر حتى تكون هي أيضا طريق لتحرير بقية المناطق التي ذات أولوية لديكم؟ كل المناطق ذات أولوية مهمة لدينا، وقد تكون جبهة الجفينة لقربها من مركز المدينة وانزعاج الساكنين بتساقط القذائف عليهم كانت هي تعتبر الأولى لتحريرها وتصفيتها. اليوم لا يأتي منها شيء باستثناء أن هناك ألغام يعني تصفيتها. باقي الجبهات والقطاعات هي في طور التحريك وطور العمل ومتحركة في مهمتها، وإن شاء الله خلال الساعات القادمة يتم تصفية بعض المواقع التي دارت فيها اشتباكات. اليوم نحن في مرحلة في نقاب كانت بيد الحوثيين، اليوم المقاومة متواجدة فيها. تأمين المدينة، تأمين الخطوط، فتح الطرق، فتح طريق صنعاء مأرب الذي يسلق الطريق باتجاه غربة منهم، اليوم يعتبر خط ثالث واستخدمها المقاومة في فترة سابقة كان المقاومة لا تتحرك منه. الطريق الآخر هي طريق فلواح باتجاه صنعاء، بدأت المقاومة تعمل يعني كثير من 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 العمليات في هذا المكان، وإن شاء الله تتطهر خلال الساعات القادمة. هناك عملية واسعة في هذا المكان. يعني جبهات أصلاً جبهات صرواح غرب مأرب، يعني لا زالت إلى الآن تحت سيطرة الميليشيات؟ نعم، مركز صرواح لا زال بيد الميليشيات الحوثية. الطريق التي يعني القادمة من صرواح باتجاه مأرب لا زال بعض المواقع بيد الحوثيين يسيطرون عليها. هي هدف عند المقاومة السيطرة عليها واستكمال وإنجاز المهمة فيها. حقيقة هناك إنجازات، هناك انقطاع الدعم عن الحوثيين، قلة الإمداد إليه، قلة الأفراد، هناك أشياء كثيرة تم إنجازها. طيب لو استعرضت معك الآن سريعا، ننظر إلى المعركة نحن كفي المقاومة وقوات التحالف والقوات المشتركة وقوات الأمن الموجودة إلى تصفية مأرب ككل، وهناك بعض إذا حصل بعض التأخير من بعض الأشياء إنما للترتيب لتتحرك الجبهات جميعها وتنجز إن شاء الله مهمتها وهدفها في أقرب وقت ممكن، والناس استعداد والناس على تحرك، وهناك تحركات واسعة على نطاق واسع لاستكمال إن شاء الله المهمة. الجبهات الملتهبة الآن التي تشهدها المعارك حاليا في مختلف المناطق، يعني لو استعرضت معك ما هي الأكثر سخونة وخطورة خلال يعني اليومين؟ هي تعتبر جبهة الجينة، جبهة خط الأنبوب، يعني خط الأنبوب المتجه لخط البيب المتجه من صابر إلى رأس عيسى. هذه الطريق ليست مزفلت إنما طريقة مردومة، ركز الحوثي عليها لأنه يريد الالتفاف على المقاومة، استطاعت المقاومة أن تتقدم فيه، والخط يعتبر هي الجبهة المتقدمة من باقي الجبهات. الجبهة الثانية هي جبهة إيدات الراء ونخلة، والعطيف، هذه تعتبر أفضل من سابقاتها حيث أنها تم السيطرة على كثير من المواقع المشرفة والتي هي تأتي من طريق الشمال باتجاه الجنوب، هي من الشمال إلى الجنوب، والجبهات الأخرى هي تأتي من جهة الشرق إلى جهة الغرب، وكلها جبهات متقاربة ومتكاملة. هناك جبهات في إعداد الخطة فيها والأمور مرتبة فيها كجبهة المخدرة وجبهة ماد، أمورها ممتازة. جبهة البلق نفس الكلام، قضية أمورها طيبة باستثناء الجبهات كجبهة حريب التي فيها تهدئة الآن باتجاه شبوة، كلها هذه متحركة. جبهات مأرب حقيقة تمتد لأكثر من 120 كيلو، ولذا تشوف المعركة تطول وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، لكن في نهاية المطاف سيتم إن شاء الله تحرير هذه المناطق كلها والاتجاه إلى الهدف
الرئيسية اللي الناس متجهين ومجتمعين عليه بإذن الله. طيب أخي محمد، تقريبا لأول مرة تشارك طائرات الأباتشي في المعركة داخل اليمن، يعني إلى أي مدى تساعد هذه الطائرات في ترجيح كفة المعارك حتى الآن؟ لا شك طيران الأباتشي طيران موجود على الأرض الآن، يحقق إنجازات، يحقق أهداف، وحقق كثير من الأهداف، وأنجزها، كقضية التخزين، كقضية قطع إمداد، كقضية دعم وإسناد للمقاومة في وقت والقوات المشتركة في وقت الاشتباك. تدخلها يعني رائع وتدخلها ممتاز، وحقق كثير من الإنجازات. إلا أن الحوثي بدأ يركز على أنه يخندق، وأكثر عمليات الأباتشي هي مستهدفة للقنادق، مستهدفة لهذه الأماكن، والأباتشي موجود يشارك في كثير من يشارك أحيانا، والاشتباكات قائمة وهو يحقق إنجازات على الأرض، وموجود الأباتشي وإنجازاته رائعة لدى المقاومة والقوات المشتركة. جميل. على كل السيد محمد اليوسفي أخي الكريم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من مأرب على هذه المداخلة. والحقيقة كنت أريد أن أعود للسيد محمد الصالح رئيس موقع شبكة مأرب برس للتعليق على ما قيل، لكن يبدو لي أنه هل قد انقطع الاتصال ولا لازال الأخ محمد معي؟ طيب، إذن أنا أشكر الأخ محمد الصالح رئيس موقع شبكة مأرب برس والعقيد مبارك العباب القيادي والجيش الوطني في الجبهة الغربية في مأرب، وقائد والسيد محمد اليوسفي القائد الميداني في الجيش الوطني في مأرب. كنا في هذه الحلقة نحاول قدر الإمكان أن نستطلع المستجدات على الأرض في معركة مأرب، وأهم ما يعني ما جاء خلال يعني على لسان وسائل الإعلام خلال يومين الماضية هو وجود الأمير اللواء فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب قائد القوات البرية السعودية، الذي قال بعد وصوله إلى مأرب أول أمس أن هنالك تقدما ملحوظا في عمليات العسكرية التي تجري في مأرب، وأن دخول القوات العربية المشتركة تأتي لدعم اليمن ورفع الظلم عنه ودعم قوات الجيش الوطني اليمني وإسناد رجال المقاومة الشعبية. وأشار أيضا إلى أن الحوثيين وأعوانهم هم من يقومون باستهداف الأبرياء وخداع الشعب اليمني، وأضاف قوله أن قوات التحالف العربي تتقدم بخطوات مدروسة وموزونة يوميا، وتوقع أن تحسم المعركة في محافظة مأرب قريبا، وأن التنسيق مستمر ودائم بشأن العمليات العسكرية والميدانية. مشاهدي الكرام، سأراكم غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء.